كانت فيما مضى نقطة جذب لآلاف السياح من شتى أصقاع العالم. قلعة سمعان الأثرية تتربع على هضبة مرتفعة من إحدى هضاب ريف حلب الغربي، والتي يعود تاريخها لآلاف السنين، حيث تعاقبت عليها حضارات عديدة، وبقيت سمعان شامخة قبل أن تدمر أجزاء كبيرة منها طائرات الأسد وروسيا وحليفهم ما يسمى وحدات الحماية الكردية، التي حاولت اقتحامها مرارا وتكرارا. نحن في قلعة سمعان الأثرية التي لها مكانة تاريخية لدى جميع الدول وجميع أنحاء العالم، حيث كان يرتد إليها من جميع أقطار العالم من السياح. تعرضت للقصف أكثر من مرة، وبهذه المرة قام الاحتلال الروسي بقصفها بشكل شديد جدا، أدى لدمارها بشكل كامل، هذا برسم الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية. 15 غارة جوية وعشرات القذائف المدفعية كانت كفيلة بأن تمحو أجزاء كبيرة من معالمها الحضارية. ولم ينتهي الأمر بعد، ما زالت الطائرات تحلق، وما زالت هدفا لإجرامهم. فهذا ليس غريبا من نظام كان شعاره الأسد أو نحرق البلد.